من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام حين بنائه بزوجته زينب بنت جحش أطعم خلقا كثيرا من طعام قدم إليه في قصعة أهدتها إليه أم سليم سهلة بنت ملحان أم أنس، ثم رفع الطعام من بينهم وقد شبعوا وهو كما وضع أو أكثر كما رواه أبو نعيم عن أنس، وأنه عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين رمى الكفار بقبضة من تراب وقال شاهت الوجوه فامتلأت أعينهم كلهم ترابا وهزموا عن آخرهم، وأنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت صناديد قريش في دار الندوة وأجمعوا على قتله وجاءوا إلى بابه ينتظرون خروجه فيضربونه بالسيوف ضربة رجل واحد، خرج عليهم ووضع التراب على رأس كل واحد منهم ولم يره منهم أحد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وهكذا كان. امتد انتشار المسلمين من الصين إلى المحيط الأطلسي في 25 سنة، ثم توسع بعد ذلك أكثر انتشارا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة طلب من الرسول رجل غريب ليس من المدينة أن يريه آية أي علامة أنه نبي، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى غصن نخلة فجاء هذا الغصن وصار يسجد ويرفع يسجد ويرفع حتى وقف أمام النبي فأشار إليه أن يرجع فرجع، فقال الرجل والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا.